مساكم الله بالخير ويا هلا والله فيكم وسهلا وحياكم. ايش جايبين لكم اليوم؟ جايبين لكم معرض الشاهي بالصالة، هو بالصالة الدولية دي معرض الرياض. احنا عاد بنفرجكم عاد في جميع انواع الشاهي موجودة هنا. اهل الشاهي واهل الكيف لا يفوتهم. ولا حياكم منورين والله. منور ابو سعد، هلا بك والله. والله يا هلا والله ومرحبا. يا هلا بكم والله. كيف اليوم؟ ها؟ كيف تحت حالك؟ والله ما في نوم اليوم. والله ما ادري شلون. تعال شلون؟ ها شلون شاي؟ شاي الوان خشن الازرق. هلا اخوي، حياك. الحب اسالك انا، وش ميزه الشبور اللي عندكم؟ اول شيء احنا هذه الطريقه مبتكره جديده. ايوه. صغيره في متناول الليل، هشه بدون مواد حافظه، مواد كلها طبيعيه. في معملنا احنا في المدينه المنوره نعمل طبعا عندنا 8 اشكال منها. كلها في عده اشكال منها، في بزعتر وفي 90 حساب. طيب قاعد تقسم. لا انا قلت خلص. يا هلا بك والله. الله يحييكم ويجعل تقول لي هذه وش الحين؟ هذه ما ننقطع امرك، وهذا شيء اعشاب، وهذه باكونات.